Had to cut her off, it was painless. Show me fake love, it was shameless. I should have known that we would never make it. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم مقطع جديد. طبعا اليوم زي انتم شايفين في عنوان المقطع هوصل الجراند ماستر في سكاي وورز. تقريبا باقي لي حوالي كم باقي لي 15 وين واوصل الجراند ماستر في سكاي وورز. فمن جد يعني حرفيا انا طفشت من اللون الاحمر, حرفيا طفشت منها. فاليوم راح نوصلها, باقي لنا 15 وين ايزي ان شاء الله. فاتمنى قبل بداية المقطع, اتمنى اللي مشترك في القناة اتمنى تشترك في القناة وتحط لايك عشان قرب نوصل 300 مشترك. ما باقي لنا شيء عليها, بالله عليكم وصولني اياها, بالله بالله بس 300 مشترك يا يعني. بس اوصل 300 مشترك وبعد حتلاقوا اشياء احلى واحلى ان شاء الله في القناة. فما ابي اطول عليكم والله خليكم مع المقطع. اوكي, ودخلنا الجيم الاول. طبعا اخترت الاكس, طبعا ولا مرة اخترت كتل فيبر, طبعا من اخر مقطع طبعا نزلته, يعني طبعا ولا مرة اخترته, ولا مرة في حياتي اصلا اخترته من هذا المقطع. طبعا طبعا مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. حرفيا متحمس اني اشوف كذا يكون اسمي جو جنبها كذا اللون اصفر, لاني طفشت من اللون الاحمر مع اني اقدر كنت اوصلها من زمان, بس يعني ركزت على بدور شوي وسكاير شوي وسحبت على الدول. ما كنت جالس العب الدول الا عشان عشان الكوستات وكذا, فهمت علي؟ فالحين خلينا نشوف خويا هذا في الله, احرقه باللافا بعدين نعطيه كذا, بعدين نسوي له كذا وبعدين نقتله. جي جي, اوه نايس سكاي وورز ليجند. اوكي ذا انا السكاي وورز ليجند. احم 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 صرت ما اعرف نفسي. يا ليل هاي بيكسل, بالله عليك لا تعلقها هاي بيكسل. 15 وين بس توصلها بس بعدين اعلق على راحتها. طبعا اليوم ممكن اتكلم لكم عن موضوع جدول القناه, طبعا لان في ناس كثير ممكن ما يعرفوا جدول القناه. نايس. طبعا اليوم راح اتكلم لكم عن موضوع جدول القناه. طبعا في ناس كثير ممكن ما يعرفوا جدول القناه وانا متى حنزل وكذا. فطبعا ما اعتقد ان في ناس متابعين, ما ادري المهم. طبعا يمكن المتابعين طبعا وبيشوفوا قناتي كل يوم كذا ممكن يكون ملاحظين ان انا بنزل 3 مقاطع كذا في الاسبوع. ف3 مقاطع دي يعني كل مقطع له يوم. فالمقطع الاول بيكون منزل يوم السبت, والمقطع الثاني تقريبا يوم الاثنين, والمقطع الثالث يوم الاربعاء تقريبا. يب الثلاث ايام ذي السبت والاثنين والاربعاء انا بنزل مقاطع. الساعة 3 بعد العصر بتوقيت السعودية. بعد العصر بتوقيت, بعد العصر في العصر على طول اقول نزلت لكم مقطع. ويوم الخميس بكون منزل بسوي لكم بث. ويوم الجمعة بكون راحة طبعا عشان ارتاح وكذا, انزل لكم واصور لكم مقاطع وكذا. حرفيا انا المفروض اكون وصلت جود لايك شيء زي كذا, يعني ما راح اتكلم لكم عن موضوع اني انا سويت بوستر من الليفل وكذا, لا الموضوع اني انا يعني ما جالس العب بيوت كثير اصلا, انا بلعبها عشان الكوستات وكذا. فوقتها كذا كنت كنت يوم كذا مركز على سكاي وورز, كنت بلعب سكاي وورز سكاي وورز. يعني تقريبا جبت حوالي 665 وين شيء زي كذا كان في اليوم واحد. في اليوم الواحد كنت مركز مره على سكاي وورز, بس بعدها قطعت عن سكاي وورز وصرت العب بدورز كذا. يعني جتني فتره كذا قلت لازم العب بدورز الفل شوي, فلفلت الحمد لله. فا اوكي خبينا في الله هذا موت بالله عليك. ايوه جي جي بقي لي كم وين يا عيال. والله انا متحمس مره, يعني متحمس مره اني خلاص اغير من الليجن. والله شكلي حفوز حوصل جراند ماستر وانا اصلا مو مركز اصلا. فا يا خلينا نركز في الجيم دحين وخلينا نجيب الجراند ماستر على السريع. ولا اقول لكم ايش رايكم في اخر وين نجيب نلعب كذا, يعني نلعب نلعب كذا كريب. والله شكلي حسويها. اوكي ما يكون ذا ممكن نستخدم كذا كريب, لا مستخدم كذا كريب عندك الشامبيون. فا اوكي الخوي تعال بالله عليك عشان نخلص عليك. يجي اطفايت هنا تقريبا 6 وينات ونوصل الجراند ماستر. اوكي اكتبوا لي في التعليقات يعني هل تبون اني انوع زي ما قلت. يعني تقريبا ما في ناس كذا قالوا لي اني هل قالوا لي انوع وكذا, انا ما شفت ناس كذا قالوا لي كذا. فاتمنى يعني اي واحد وصل اللقطه ذي اول يب اتمنى اذا دقيقة خلنا نخلص على ذا. اوكي تعال موت يا ليه انت حتحميني باللافا. اوكي جي جي يا اخي كده ذا شكلي لازم اصور عنها كمان نول. لازم اصور عنها كده خم اح واتف اح واتف واتف
شوف شوف قال لي 50 لايك خلاص اوصل 50 لايك، المقطع ده 50 لايك. طيب المقطع ده ما وصل 50 لايك انا ما لهم دخل. هتلاقوني بعدها بعد كم يوم هتلاقوني ميت. المقطع ده اذا ما وصل 50 لايك انا هتلاقوني في المقبرة ان شاء الله. شو يا عيال يا عيال، شوف هاي بيكسب، والله بيكسب مستقصداني، والله بيكسب يعني قصداني. شوف ثلاثة وين، والله هاي بيكسب مستقصداني مستكسر، ما ادري وش اسبر بالضبط بس يا يعني والله هاي بيكسل يعني كذا يعني حاقد علي يا عيال، ما تبغى توصلني. شوفوا باقي لي ثلاث وينات، بس ثلاث وينات ولسه نفسها موقف على ثلاث وينات. هاي بيكسل يعني حاقد علي، ما تبغى توصلني، تبي تكفرني قبل ما اوصلها. ايوه والله على نص قلب، كان كم كنت كم قلب والله ما ادري كم، بس يعني اخيرا تحرك. ايوه جيم واحد بس، كم واحد وصل جراند ماستر، والله متحمس. ولا انا وصلت وانا ما ادري، لا باقي كم واحد. اوكي اوكي يلا، هل تفكرون في ما فكروا فيه؟ والله حتى ما قدرت اختاره. عادي عادي، الحين شوف شوف اقدر بقترب يدي بقترب يدي ان شاء الله يكون نوب. بس لا والله شكله مو نوب ولا شيء. ابي احاول اسوي حركه، بحاول يعني اقول ايوه ايوه دروع حلو 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 حلو. الحين شوفوا ايش اسوي، بحاول شاهدوا واستمتعوا وتعلموا كمان، تعلموا. اوكي شوف شوف بيدي حكثرة. ايوه 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 لا 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 عندك الكذا كالزفت. يدي مش كم عندي ذاك الكذا ذاك او البوشن ذاك. ايوه 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 لا 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 بليز 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 بليز. والله اقدر يعني لا واثقه من نفسيها مش واخد بالها. خلينا نفوز على السريع سريع. وات ايش صار؟ ها وات الو الف وين عشان اجيب جراند ماستر 2؟ دقيقه 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 دقيقه، مو مستوعب وش صار قبل شوي. يا عيال فزت ودون ما اقتلها، انها عار على شرفي وعلى رتبتي وعلى جراند ماستر حقتي. دقيقه انا اصلا ما شفت الجراند ماستر. دقيقه الو هاي بيكسل، هاي بيكسل جالس تستهبل، هاي بيكسل طقطقي. اوكي تي 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 جراند ماستر يو مانك جو جراند ماستر جي 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 جراند ماستر ماستر جي جي يا حبيبي. كده جراند ماستر مستوي. خلاص بس اني وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى عجبكم المقطع، واللي اذا عجبكم المقطع اتمنى تحط لايك وتشترك في القناه. وبس هنا وصلنا لنهايه المقطع، كان معكم عبد الله من قناه ايام زيتريكس، اشوفكم مقطع جديد ويلا مع السلامه.